kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Yaktı bağrımı gurbet, bağlar attı dumanlı dallarımı. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, طالع بكير من الشركة، ليش ما خبرتيني؟ حياة، عم بحكي معك ما عم تسمعي؟ مو هي غلطتي؟ شفتن وحللت على كيفك واستنتجت وحكمت علي من عندك. لك حتى ما فكرت تسألني شو هدول، فهميني. شو صار لك؟ ما تحكي لا تسكت. هلا مو شايفني مزن بالله جبت لي هدول معك؟ نطرتك تحكي لي وما حكيتي، شو كان بدك فكر؟ إذا منتبه الفستان من حكاية الشتاء؟ نحن هي مشكلتنا مزبوط. شو المشكلة؟ دائما في عندك شكوك. بس أنا بوثق فيكي، ليش لحتى شك؟ نحن ما رح نخلص بهالطريقة، أنا لو شو ما عملت وشو ما سويت أنت ما رح تثق فيني. حياة ما تجني. لو مالي واثق فيكي، هداك التافه ما كان فات خطوة لقلب الشركة. ونحن ما كنا عم نحكي هالحكي هلا، على كل أنا شفت الصور وما حكيت شي. وكله كرمالك انت ونوران، وهالتافه لسه بالشركه. يا حرام قديشك حباب. بتعرفي انا الحق علي، بكره من الصبح رح اقلعه من الشركه، بس بالاول حابب اني كسر له راسه. شفت شلون؟ شو؟ انت كمان ممكن تغلط مراد. هلا بدنا نضل نحكي بالاغلاط لبكره الصبح؟ بعدين انسي. قول يلا قول، لا تخجل. ما دام بتعرفي اني رح اعصب، ليش من الأساس لحتى تروحي معه؟ أنت عم تحاول تطلع بالعالي كأنه ما؟ لا، ما عم بطلع بالعالي، بس أنت لأيمتى بدك تضلي عم تغلطي؟ أنا إنسانة، ولآخر يوم بحياتي رح أضل أغلط. بهي الطريقة ما رح نوصل لنتيجة بنوب، أنت لازم تهدي لنحكي. أنا وصلت للنتيجة من زمان. وهالنتيجة هي شو بتقول؟ أخذت قرار. شو القرار؟ إنه تنفصلي عني؟ مو عنك، أنا رح أنفصل عن صارتي ورح أشتغل مع شركة تانية غيركم. انتي عم تمزحي وعم تحكي هيك لتعصبيني وبس. وحياتك، عم بحكي عن جد. عاجي جنان حياة. منكمل حكي. مراد، آسفة على الإزعاج بهالوقت، بس لازم حاكيك بموضوع ضروري. مالي فاضي هلا. بعدين مالك ملاحظة إنه عم تدقي علي بوقت متأخر؟ لو مو شي مهم أكيد ما كنت بدق عليك. بخصوص أمك. خلص منحكي الصبح، ويا ريت ما حدا يدق هالباب علي بهالوقت هاد، ما في داعي يقول هالشي كل يوم. تصبحي على خير. حياة، حياة اطلعي بدنا نكمل حكي. بتفوتي على هالحمام وبتقفلي على حالك جواته، شو هالحركات هي؟ ما رح اطلع، ما بدي احكي بشي، لا تستنى على الفاضي. طيب، معناتها رح استناكي هون إلا ما تطلعي بالأخير. أوه، أحسن شي عمله عمك إنه راح بعيد عن الكل.
خدي. أصلاً هو بيعرف شغله منيح، هلأ من زمان بيكون نام كمان. دخيلك يا ربي، إن شاء الله يكون بخير وما بدي شي تاني ولا يزعل أبداً عمي. لك زعل شو يا بنت؟ عنده صوبيا ما أحلاها، بيكون حاطت كستنة وعم يشوي. أوه ما حدا قده. آه جدو يا ريت لو أخدتني إلي معك كمان. يا ريت بدي غير جو أنا كمان. حلو، شكلكن هموم كان ما عادوا انحملوا معكم. شو رأيكن حطوا لكم صوبيا هون؟ وينو خالد؟ ما شفته أبدا. العمى شو دخلنا نحنا؟ وين ما كان يكون؟ اللي تحيا. خدي كلي. يبعث لكم الهنا انتو التنتين. آه يا أمي، آه يا أمي، آه يا أمي، أنا شو صاير معي؟ أنا ليش كل هالقد موجوع؟ شكلها نهايتي بهالمكان. شو يا ترى، أنا تسممت ولا شو؟ شكلي تسممت من الأكل اللي بعت لي هالولد. شو كان اسمه؟ هاد شيش طاووق، منه تسممت أكيد. آه يا أمي، العمى العمى العمى. شو هالمغص هاد؟ معقول الجاج يعمل فيني هيك؟ يا أمي، كمان الكهرباء هلأ وقتها. ما تنقطعي بترجاكي، ما تروحي بتتركيني لحالي. أوي جيتي، أنت زعلتي علي ما هيك؟ أوي يسلموا لك. يا سلام، ما في أحلى من الضوء والكهرباء. لك شبكي هلأ لسه كنت عم بتشكر هيك؟ إيه خلاص، روحي أنت كمان وتركيني وما ترجعي مرة تانية. يا أمي، لك أنا متت من كتر الوجع ببطني. حياة بدي أحكي معك. عم بسمعك، قول. لك يا حياة، يمكن أنا زودتها شوي بردة فعلي. فيك تشتغلي مع مين ما بدك. Love done on the mind.